الزمن يمر، لكن الإمارات تستثمر الوقت وتسرع خطاها الحديثة من أجل أن تكون دولة معاصرة في التعليم. اليوم التعليم الإلكتروني احنا شهدنا بعض العروض من طلبة حقيقة يعني إماراتيين في جامعة حمدان، أصبحت عندهم مشاريع، يعني يتخرج الطالب وهو صاحب مشروع وليس إيش باحثا عن وظيفة. والله أنا يعني كل عام أرى أن هناك إضافة جديدة، طبعا يعني المنظمين يبذلون جهود كبيرة وشاكر لهم هذا الاهتمام بهذا المعرض السنوي، ونحن نتمنى إن شاء الله أن نشوف في السنوات القادمة أيضا مشاركات أكثر.